مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مخاوف غربية عشية تهديدات إيرانية جديدة للاحتلال الإسرائيلي، وإلى التفاصيل. أبدت دول غربية الاثنين قلقا من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط، يتزامن ذلك مع تحذيرات إيرانية جديدة من أي رد إسرائيلي. ودعا وزير الخارجية البريطاني أبرز حلفاء الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم التصعيد، في حين قال الرئيس الفرنسي إنه سينصح خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال تجنب الرد الإسرائيلي، أشار إلى أن فرنسا وبريطانيا شاركتا بسط الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل وفق ما أعلنته رسميا. وتعدان ثاني وثالث دول حليفة الاحتلال من الدول التي تحذره من تبعات الرد، إذ سبق للولايات المتحدة وأن أكدت في بيان لها إبلاغ الرئيس جو بايدن لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم مشاركة بلاده بالرد على إيران. تخشى الدول سالفة الذكر من أن تضال نيران المواجهة الجديدة وقواعدهم ووجودهم العسكري في المنطقة، خصوصا في ضوء التهديدات الإيرانية الجديدة على لسان رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، والذي أكد فيها إبلاغ بلاده واشنطن بأن الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي جديد سيكون أكسى وأوسع، وقد يضال القواعد الأمريكية في حال شاركت بالرد. وتتزامن هذه المخاوف مع كشف أمريكا عن سعيٍ إسرائيلي للرد في وقت لاحق اليوم، على الرغم من فشل مجلس الحرب الإسرائيلي التوافق على طبيعة الرد، وتلميح متحدث الاحتلال العسكري دانيال هنغاري بأن الرد قد لا يكون عسكريا. ومن بين الخيارات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام العبرية استهداف مؤسسة حكومية أو اغتيال شخصيات إيرانية. ويعيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الهجوم الإيراني حالة ضعف وقلق، خصوصا وأن الهجوم حقق الهدف بكسر الفزاعة الإسرائيلية وفرض قواعد اشتباك جديدة وفق خبراء. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.